بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الثاني الثانوي، ازيكم شباب؟ هنكمل مع بعض تمارين على المتابعة الحسابية. وصلنا للسؤال رقم 9، بيقول لي اوجد رتبة وقيمة أول حد سالب في المتابعة الحسابية 35. السؤال رقم 9، المتابعة كان حدودها 35 و31 و27 نقطة. عايزين رتبة أول حد سالب يا ولاد، رتبة وقيمة أول حد سالب. أول حد سالب معناها إن ح نون بيكون أصغر من صفر. ح نون اللي هي ألف زائد نون ناقص واحد في د بتبقى أصغر من الصفر. الألف اللي هو الحد الأول ب35 زائد نون ناقص واحد في د، النون أنا معرفهاش. طب الدال هو كل مرة بينقص إيه؟ ينقص 4، فيبقى الدال ب4 بالسالب، يبقى زائد نون ناقص واحد في سالب 4 أصغر من الصفر. 35 هننزلها زي ما هي، سالب 4 تضرب في نون تبقى سالب 4 نون زائد 4 أصغر من الصفر. يبقى احنا ضربنا السالب 4 في المقدار اللي عندنا. بعد كده عشان اجيب قيمة نون، واللي هو 35 و34 ب39، يعني 39 ناقص 4 نون أقل من الصفر. أودي السالب 4 نون بعكس الإشارة فتبقى 4 نون أكبر من 39، يعني النون هتبقى أكبر من 39 على 4، يعني النون هتكون أكبر من، أشوف 4 في كام قريب ل39، 4 في 9 ب36، وتبقى 3، يعني 9 3/4. العدد الأكبر من 9 3/4 هو 10، يعني النون يعني 10 أو 11 أو 12 وهكذا. هو عايز بقى أول حد، يبقى رتبة أول حد سالب هو الحد العاشر، يعني ح 10 هو إيه؟ أول حد سالب. عايزين قيمته، أو ح 10 بتساوي ألف زائد 9 دال. الألف عندنا ب35 في المسألة اللي هو الحد الأول، زائد 9 في الدال اللي هي بسالب 4، يبقى 35 ناقص 4 في 9 ب36، يعني تبقى سالب ايه؟ 1. يعني الحد العاشر قيمته بسالب 1، يبقى أول حد سالب هو الحد العاشر وقيمته بكام؟ بسالب 1. فهمناها؟ طيب المسألة رقم 10، بيقول لي اوجد رتبة وقيمة أول حد سالب، أول حد موجب يا ولاد بقى المرة دي في المتتابعة الحسابية، سالب 51، سالب 48، سالب 45 نقطة. عايزين أول حد موجب. أول حد موجب يعني ح نون هتبقى أكبر من الصفر، يعني أ زائد ن ناقص واحد في د أكبر من الصفر. الألف اللي هو الحد الأول بسالب 51، نون أنا عايز أعرفها، الدال هنا سالب 51 سالب 48 بتزيد، بتزيد بمقدار 3، يعني الدال ب3 لأن كل مرة بيجمع 3 بيزود 3 لأن القيمة بتزيد، فيبقى الدال ب3، يبقى 3 كل ده أكبر من الصفر، يعني سالب 51 زائد 3 ن ناقص 3 أكبر من الصفر. سالب 51 و3 سالب 54 زائد 3 ن أكبر من الصفر، يعني 3 ن أكبر من 54. نقسم على 3، يعني النون أكبر من 54 على 3، يعني النون أكبر من كام؟ نقول له 5 على 3 فيها الواحد وتبقى 1، يعني 14 على 3، 3 في 4 ب12، عايزين يا ولاد اللي هي الأكبر من كام؟ 54. نقسمها كده تاني، 5 على 3 في 1 بقى 2، 24 على 3 في 8، يعني النون أكبر من كام؟ 18. العدد الأكبر من 18 19 و20 21. احنا عايزين هنا مين؟ أول حد موجب، يعني الحد 19 هو أول حد إيه؟ موجب. طب عشان أجيب قيمته، أول حد 19 بتساوي أ زائد 18 في د، الألف اللي هي سالب 51 زائد 18 في الدال، الدال بتاعتنا كانت بكام؟ كانت ب3، فاهمين؟ يبقى فيه 3، يبقى سالب 51 زائد 3 في 18 ب54،
هيطلع الحد 19 قيمته ب3. فهمنا المسألة؟ تمام، دي الخطوات اهي. طالما قال لي حد موجب يا ولاد، او الحد موجب والحد موجب بنصين الصفر. طيب نشوف السؤال اللي بعده، شوف التمرين اللي بعده يا ولاد، ركزوا معايا يا شباب كده. رقم 11 بيقول لي اوجد قيمه ورتبه، اوجد رتبه وقيمه اخر بيبقى بكام. لاحظ ان هو بينقص 3، يعني الدال ب3 وعندنا الالف ب28، يبقى هنشتغل بقاعده اللي هي الف زائد نون ناقص 1 في دال اكبر من الصفر. الالف اللي هي 28 زائد النون ناقص 1 في 3 اكبر من الصفر، يبقى 28 زائد 3 نون ناقص 3 اكبر من الصفر، يعني 25 زائد 3 نون اكبر من الصفر، يعني 3 نون اكبر من سالب 25. هنودي 25 بعكس الاشاره يا ولاد. لاحظ ان هو كل مره بيعمل ايه، بينقص 3، يعني الدال تبقى بسالب 3. نشوف رقم 11 كده يا شباب، يقول لي اوجد رتبه وقيمه اخر حد موجب في المتتابعه الحسابيه 28 و25 و22. لاحظ في المتتابعه الحد الاول ب28 والدال الحد التالي ناقص السابق، يعني 25 ناقص 28 بسالب 3، الدال بسالب 3، يبقى الالف ب28 والدال بسالب 3. طيب انت عايز رتبه وقيمه اخر حد موجب، يعني ح ن هتكون ايه يا اولاد؟ اكبر من الصفر. اخر حد موجب اللي هو بيكون اكبر من الصفر، ماشي، اللي هو موجب يعني، لان هي تناقصيه، داله تناقصيه. فنقول له ا زائد ن ناقص 1 في د اكبر من الصفر، ا ب28 زائد النون معرفهاش والدال اللي هي سالب 3 اكبر من الصفر. 28 هتنزل ناقص 3 ن زائد 3 اكبر من الصفر، يعني هنا 28 نزود عليها 3 يبقى 31، نودي السالب 3 ن بعكس الاشاره، يبقى هنا الواحد وتلاتين أكبر من تلاتة نون، نقسم على تلاتة فتبقى النون أقل من 31 على تلاتة، يعني النون أقل من، قول تلاتة في 10 ب30 والباقي 1، يعني النون هتبقى بإيه؟ ب10، لأن الأقل من 10 وتلت هو 10، إذا النون بتساوي 10، يعني الحد العاشر هو آخر حد موجب. طب قيمته أو الحد العاشر بيساوي أ زائد 9 د، الألف اللي هي 28 زائد 9 د اللي هي سالب 3، يبقى 28 ناقص 27 هيديني 1. فهمتوا؟ شوف مسألة اللي بعدها رقم 12، هنا بيقول لي أوجد رتبة وقيمة آخر حد سالب في المتتابعة الحسابية سالب 39 سالب 34 سالب 29. احنا عايزين هنا رتبة وقيمة آخر حد سالب. آخر حد سالب معناها إن ح ن أصغر من الصفر لأنه سالب وأقل من الصفر. فأنت عندك الألف بسالب 39، الدال هتجيبها إزاي؟ تقول الحد التالي ناقص الحد السابق، يعني سالب 34 ناقص 39، فيبقى سالب 34 زائد 39 اللي هي 5، فيبقى الدال قيمتها ب5. لاحظ ان هي تزايد، فالدال لازم تطلع بالموجب. تعالى نطبق بقى القاعده اللي هي ح ن اصغر من الصفر، لان احنا عايزين هنا في المساله، خد بالكوا احنا رقم 12 يا اولاد عشان ايه ما تلخبطوش في المساله. رقم 12 اوجد رتبه وقيمه اخر حد سالب، يعني ح ن اصغر من الصفر. طبق بقى في القاعده اللي هي ا زائد ن ناقص 1 في د اصغر من الصفر. الالف عندك بسالب 39 زائد ال ن ناقص 1 في د، الدال عندنا بخمسة أقل من الصفر، نودي السالب 39 بعكس الإشارة، نضرب 5 هنا تبقى 5 ن ناقص 5، يعني 5 ن أقل من، هنودي 9 في 5 بعكس الإشارة تبقى 39 زائد 5، 39 زائد 5 ب44، يعني ن أقل من 44 على 5، يعني ن هتبقى أقل، أو 5 في 8 ب40 بقى 4، يعني ن هتبقى ب8، ن ب8، تمام؟ لان هو عايز ايه؟ اخر حد سالب، لان الحدود السالبة طبعا النون الاقل منها تبقى التمانية والسبعة وهكذا والستة و احنا عايزين بقى ايه؟ اقل
او اخر اخر حد سالب، اخر حد سالب يبقى الحد التامن، يبقى ح 8 هو اخر حد سالب. فهمنا الحد التامن؟ طب عايزين قيمته، اقول له ح 8 بيساوي الف زائد 7 د. الالف اللي هي كانت بسالب 39 زائد 7 في قيمه الدال، الدال ب 5 يبقى سالب 39 زائد 35 هيديك بسالب 4، يبقى الحد التامن قيمته بسالب 4. المسألة رقم 12 خلاص. نشوف المسألة رقم 13، بيقول لي اكتب الحدود الثلاثة الأولى للمتتابعة ح ن بتساوي 2 زائد 5 ن، ثم اوجد رتبة الحد الذي قيمته 72 من المتتابعة، واوجد رتبة أول حد قيمته تزيد عن 100. طيب تعال الأول نجيب الثلاث حدود كده، يعني الحد الأول هنعوض بواحد يبقى 2 زائد 5 ب7، الحد التاني هنعوض باتنين، اتنين في خمسة بعشرة واتنين اتناشر، الحد التالت يبقى تلاتة في خمسة بخمستاشر واتنين سبعتاشر، يبقى انت جبت التلات حدود، وبالتالي المتتابعة هتكون حدودها 7 12 و17 نقط. دي المتتابعة بتاعتنا 7 12 و17، بيزود كل مرة 5، يعني الألف كانت ب7 والدال كانت ب5. هو عايز في المسألة ايه؟ عايزين نجيب رتبة الحد الذي قيمته 72، يعني ح ن بتساوي 72 لما ن تبقى بكام؟ من الحد اللي رتبته 72؟ فاحنا هنطبق القانون، يعني نقول له الألف زائد النون ناقص الواحد في الدال تساوي 72، الألف اللي هو الحد الأول ب7، النون معرفهاش، ناقص الواحد في الدال اللي هي 5 بتساوي 72، نعدي السبعة من هنا يبقى 72 ناقص 5، يعني النون ناقص واحد في 5 بتساوي 72 ناقص 7. يبقى النون ناقص واحد في 5 بتساوي، وال 12 ناقص 7 ب5 ونزل الستة، يعني النون ناقص واحد بتساوي 65 على 5 يديك 13، يعني النون بتساوي 14، يعني النون هتساوي كام يا ولاد؟ 14. يبقى الحد 14، الحد اللي رتبته 14 بتساوي 72. فهمنا؟ بعد كده يا ولاد هو عايز ايه في المسألة؟ خد بالك احنا في رقم 13، احنا كل ده في السؤال رقم 13 يا ولاد عشان ما تتلخبطوش. بنحل في رقم 13 اهو الخطوات اهيت، وصلنا ان الحد اللي قيمته 72 هو الحد اللي رتبته 14. بعد كده اوجد رتبة أول حد قيمته تزيد عن 100، يعني الح ن مين اللي بتزيد عن 100؟ مين الحد اللي قيمته بتزيد عن 100؟ هنقول ح ن أكبر من 100 ونشتغل عادي بقى. نفس القانون، أ زائد ن ناقص واحد في د أكبر من 100. عندك الألف تعوض عنها ب7 زائد النون ناقص الواحد في الدال، الدال ب5 أكبر من 100، يبقى نون ناقص واحد في 5 أكبر من 100 ناقص 7، 100 ناقص 7 هنطرح يا ولاد 100 نشيل منها 7. شوف كده يا ولاد المسألة، 100 ناقص 7 دي كام؟ 93 أهي. بعد كده هتعمل إيه؟ هتقوم قاسم ال 93 على 5، وبعدين تودي السالب واحد بعكس الإشارة، يعني نون ناقص واحد هتكون أكبر من 93 على 5، نودي السالب واحد بعكس الإشارة، يبقى النون أكبر من 93 على 5 زائد الواحد، يبقى النون أكبر من أحد المقامات، خلي الواحد ده 5 على 5 واجمع يبقى 98 على 5، يعني النون أكبر من 5 في كام قريبة؟ 5 في 18 ب90 ويبقى 8، يبقى النون أكبر من 18 و8 أخماس، اللي هو مين؟ اللي هو 19. في طبعا أكبر منها كمان ممكن تتبسط، يعني 5 في احنا خدنا 5 في 18 نخليها 5 في 19، يعني 8 فيها 5 واحدة وتبقى 3، يعني نون أكبر من 19 و3 أخماس. فاهمين؟ طيب مين اللي أكبر من 19 و3 أخماس؟ اللي هو 10، اللي هو 20، يعني النون هتبقى ب 20 أو 21 أو 23. هو عايز مين؟ هو عايز أول حد رتبة أول حد قيمته تزيد عن 100، يبقى هو مين؟ الحد رقم 20، يبقى النون بتساوي 20 يا ولاد. فهمتوا الفكرة؟ يبقى تاني يا ولاد دي ممكن تعملها بالآلة الحاسبة لو أنت مش فاهم الخطوات دي، أنت بس ممكن يعني أهم حاجة تصفي مسألتك مظبوط وتبسطها. أنت قلت أكبر من 100 لأنه أول رتبة أول حد قيمته تزيد عن 100، يعني حاجة نون أكبر من 100. تعملها معادلة بقى، يعني ممكن تفكها بطريقة تانية لو أنت مش فاهم دي، ممكن تضرب بالخمسة وبعدين تجمع حلول متشابهة. ده الأبسط، يعني أنت هتودي السبعة بعكس الإشارة وبعدين تقسم على الخمسة وبعدين تسدد السالب واحد بعكس الإشارة وتعمل ده الحسبة. لو مش لو أنت ناسي الاختصارات أو حاجة، يعني أمور سهلة قدامك أهي يا ولاد.
يبقى نون اكبر من كذا، وتاخد اللي بعد 19 و6 من 10 اللي هو ايه ال 20، يبقى نون ب 20. دي كانت رقم 13. تعالوا نشوف المسألة رقم 14. بيقول لي اوجد رتبة وقيمة اول حد يكون، رقم 14. نرجع تاني كده يا اولاد، رتبة وقيمة اول حد يكون قيمته اصغر من سالب 180 من المتابعة الحسابية عند 64. المتابعة يا اولاد كانت 64، وكان 61 و58 نقطة. هو عايز رتبة وقيمة أول حد قيمته أصغر من سالب 180. تفرض الحد اسمه نون أصغر من سالب 180. طب ح نون بنون أ زائد نون ناقص واحد في إيه في د أصغر من سالب 180. الألف اللي هي 64 زائد نون ناقص واحد في الدال هنا بينقص 3، لأن 64 نقصت يبقى بسالب 3، ما تلخبطش نحط 3. سالب 3 أقل من سالب 180، يبقى 64 نضرب السالب 3 هنا تبقى سالب 3 نون زائد 3 أقل من سالب 180. 64 و3 67، يبقى سالب 3 نون زائد 67 أقل من سالب 180، يعني سالب 3 نون أقل من سالب 180 ناقص 67، يعني سالب 3 نون أقل من سالب 6 و8 14. نطلع بالواحد 240، هنقسم على سالب، خد بالك اتجاه المتباينة بتغير لما تقسم على سالب، فيبقى 247 على 3، يعني نون أكبر من 3 في كام قريبة؟ 24 على 3 فيها 8، و7 على 3 فيها 2 وبقى 1، يعني 2. ممكن برضه تعملها على الآلة، اديك 2.83 من 10، يبقى النون اكبر من ده اللي هو اللي بعدها على طول، يعني النون هتبقى يا اما 83 او 84 او 85 او كذا. هو عاوز اول حد يقابلنا يبقى 83، يبقى اصغر حد، اول حد اصغر من سالب 80. سالب 180 هو الحد ايه؟ الحد 83. يبقى الحد المطلوب يا اولاد هو الحد 83، يبقى هو ده أول حد أصغر من سالب 180 هو الحد إيه؟ 83. بعد كده هنجيب قيمته. أول حد 83 بتساوي أ اللي عندنا اللي هي 64 زائد 82 في ن أو في د، ده اللي هي بسالب 3 يعني، فيبقى 64 في زائد 82 في سالب 3 يديني الناتج 64 ناقص 3 في 82 هيديني سالب 182. يعني نحسبها يا أولاد، 64 ناقص 2 في 3 ب6، 3 في 8 ب24، هنطرح 14 ناقص 6 ب8، 5 ناقص 4 ب1، يعني 100 وكام؟ 3 في 2 ب6 و 3 في 8 ب24، دي هنستلف، يعني هتبقى دي 6 بالسالب، حطينا سالب 2، وهنا ديت كام؟ 14 ناقص 6 ب8، وننزل يبقى سالب 182. فهمتوا؟ يبقى الحد 83 هو كده الحد يا ولاد ايه؟ أول حد أصغر من 180. فهمنا؟ طيب نشوف المسألة اللي بعدها، رقم 15 يا ولاد. أنا بقول لي في رقم 15 يوجد عدد الحدود السالبة في المتتابعة سالب 47 وسالب 42 وسالب 37 نقطة. عايزين نجيب عدد الحدود السالبة في المتتابعة، كم حد سالب يعني؟ طيب كم حد سالب يعني؟ هقول له ح نون أصغر من الصفر. طيب ما هي نون دي بتعبر عن عدد الحدود، يعني الحد مين مثلا؟ الحد العاشر، الحد الرابع، الحد السابع، مين الحد اللي هيبقى أصغر من الصفر؟ أول حد سالب عندك. ماشي، تعالوا نشوف كده، هو عايز عدد الحدود السالبة في المتتابعة. المتتابعة اللي عندك كانت سالب 47، سالب 42، سالب 37 نقطة. عندك الألف بسالب 47، وعندك الدال هنا بتزيد، أنا بزود 5، الدال بـ5. ماشي، تعالوا نعوض بقى في القاعدة اللي هي ح ن
ألف زائد ن ناقص واحد في د. الألف اللي هي سالب 47 يا ولاد، زائد النون ناقص واحد في الدال اللي هي الخمسة أصغر من الصفر، وأدي 47 بعكس الإشارة، يبقى 5 ن ناقص 5 أقل من 47، يعني 5 ن أقل من 52، يعني النون أقل من 52 على 5، يعني النون أقل من 5 في 10 في 50 بقى 2 اللي هي 10، يبقى النون 10 أو 11 أو 12. إذن آخر حد سالب هيكون الحد مين؟ العاشر. إذن عدد الحدود السالبة بيساوي 10، فهمت؟ لأن آخر حد هيكون سالب هو الحد العاشر، فهمت؟ يبقى هم 10 حدود. طيب المسألة رقم 16 بيقول إيه في التمرين رقم 16 يا ولاد؟ أوجد عدد الحدود الموجبة في المتتبعة الحسابية. فأنت برضه نفس الفكرة، تقول له ح ن أكبر من صفر، ح ن اللي هي أ زائد ن ناقص واحد في إيه؟ في د أكبر من الصفر. الألف اللي هو الحد الأول في رقم 16 يعني 72، زائد النون ناقص الواحد، الدال عندك في رقم 16 هو 72 بقى 63 يا ولاد، بيعمل إيه كل مرة؟ 72 بتنقص بقى 63، يعني بينقص 9، يبقى في سالب 9 تولد أكبر من الصفر، يبقى 72 نفك المقدار ناقص 9 نون زائد 9 أكبر من الصفر، 72 و9 يديك 81، ونعدل ال 92 عكس الإشارة، سالب 9 ممكن تروح الناحية التانية، يبقى 9 نون نقسم على 9 تبقى النون أقل من 9، النون أقل من 9 اللي هي 8، يبقى النون بتساوي 8. إذا عدد الحدود الموجبة بيساوي إيه؟ 8 حدود. عدد الحدود الموجبة يا ولاد 8 حدود. طيب نشوف التمرين اللي بعده رقم 17. اثبت انه لا يوجد حد قيمته 100 في المتتبعة. يبقى انت هتفرض ان ح نون مثلا ب100، وتفرض بعد كده يطلع النون مثلا بكسر فيبقى مرفوض، فهمتوا؟ يبقى تفرض العكس، يعني تفرض ان ح نون ب100، عندك ح نون اللي هي ا زائد ن ناقص واحد في ايه؟ في د ح نون، يعني عندك الالف هنا ب13 اللي هي الحد الاول، احنا في رقم 17 يا ولاد، الالف الحدود كانت 13 17 21، كل مره بيزود 4، يبقى هنا الألف 13 وهنا ن ناقص 1 في 4 بتساوي 100، نعدل 13 بعكس الإشارة، يبقى ن ناقص 1 في 4 بتساوي 100 ناقص 13 اللي هي 87 تساوي 4، وهنا ن ناقص 1 نقسم على 4 فيبقى ن ناقص 1 بيساوي 87 على 4، يبقى ن بتساوي 87 على 4 زائد 1، يبقى ن بتساوي هنقسم 87 اللي عندنا على 4 وبعدين نجمع عليها 1. طب الواحد ده عبارة عن 4 على 4، 87 و4، 7 و4 11، يعني تقول 91. النون بتساوي 91 على 4 ده كسر لا ينتمي إلى إيه؟ إلى صاد موجب، ما ينفعش، لازم النون يبقى عدد صحيح موجب، عدد من أعداد العد يعني. إذا لا يوجد حد قيمته 100 في المتتبعة. إذا لا يوجد حد قيمته 100 في المتتبع. فهمتوا كده؟ طيب السؤال اللي بعده رقم 18، بيقول لي ح ن متتبعة حسابية فيها ح 3 ناقص ح 5 بيساوي كام؟ 6، وح 4 ب16. أوجد الحد النوني للمتتبعة، ومنه أوجد رتبة وقيمة أول حد سالب فيها. طيب رقم 18 ركزوا فيها كده معايا يا ولاد، أنت هتعمل بس معادلات، يعني فكرة 18 دي معادلات، تصفية معادلات يعني متقلقوش منها، أنت بس هتعمل معادلات وتختصرها مع بعض. أول معادلة بيقول لك ح 3 ناقص ح 5 بتساوي 6. ح 3 ده معناه أ زائد 2 د ناقص الحد الخامس اللي هو أ زائد 4 د، كل ده بستة. فك بقى قوس وصف معادلتك، يبقى أ زائد 2 د ناقص أ ناقص 4 د بستة، أ ناقص أ هتروح مع بعض، يبقى 2 د وناقص 4 د تبقى سالب 2 د بتساوي 6، يعني الد هتبقى قيمتها بسالب 3، هنقسم على السالب 2 يعني تبقى الد بسالب 3. جبنا الد بسالب 3، هو بيقول لك
الحد الرابع كان في المتتابعة كام؟ 16. شايفينها؟ طيب انت عندك الحد الرابع اللي هو ألف زائد تلاتة، ده بيساوي 16. أفضل ألف زائد تلاتة يبقى ألف ناقص 9 بتساوي 16، يعني الألف هتبقى ب25. يعني نحط سالب 3 في سالب 3 في سالب 9 وأدي السالب بعكس الإشارة، فيبقى ألف بتساوي 25. جبنا الألف ب25. هو عايز إيه بقى في المسألة؟ هو عايز الحد النوني لهذه المتتابعة، يعني ح نون، يعني الصورة بتاعتها. عارفين إن ح نون بتساوي ألف زائد نون ناقص 1 في دال؟ هو ده هو عايزها، يعني عايزك تكتب إيه؟ الحد النوني بتاعها. ح نون بتساوي ألف زائد نون ناقص 1 في إيه؟ في دال. الألف عندنا كانت طالعة ب25 زائد نون ناقص 1 في دال. الدال عندنا كانت بسالب 3، يبقى احنا عندنا زائد نون ناقص 1 في الدال اللي هي سالب 3. هنفكها يعني حد نون، تبسط مسألتك يعني. يبقى هنا ناقص 3 نون زائد 3، يعني ح نون بتساوي 28 ناقص 3 ايه؟ ناقص نون. ادي ح نون بتاعتك، انت جبت ح نون، ده الحد النوني. طب هتستفيد بايه؟ هو بيقول لي اوجد رتبة وقيمة اول حد سالب، يعني تفرض ان ح نون ديت اقل من ايه؟ من الصفر، لانه عايز اول حد سالب. تقول له ح نون اصغر من الصفر، فيبقى 28 ناقص 3 نون اقل من الصفر، يعني 28 اقل من 3 نون. ودينا ده عكس الاشارة، بعدين نقسم على 3 تبقى نون اكبر من 28 على 3، يعني نون اكبر من 3 في 9 ب27 وتبقى 1. مين اللي أكبر من 9 وتلت؟ اللي هو 10، يعني نون قيمتها 10 أو 11 أو 12 أو 13. هو عاوز أول حد سالب، تقول له إذن الحد العاشر هو أول حد سالب. طب تعالى نجيب قيمته، الحد العاشر هتساوي ألف، تعال في القاعدة اللي فوق ده اللي هي 28 ناقص 3 في نون ده، يبقى 28 ناقص 3 في 10 يبقى 28 ناقص 30 تبقى بسالب إيه؟ 2. يعني الحد العاشر قيمته سالب 2. شوف المسألة بعدها رقم 19. بيقول لي إذا كان لوغاريتم س ولوغاريتم ص ولوغاريتم ع متتابعة حسابية، اثبت إن ص تربيع تساوي س في ع. عايزين نثبت دي. طب طالما هي متتابعة حسابية يا ولاد، طالما متتابعة حسابية يبقى الوسط الحسابي اللي هو لوغاريتم، قول كده بما ان لوغاريتم ص بيساوي لوغاريتم س زائد لوغاريتم ع على 2، اضرب في 2 كده يبقى 2 لوغاريتم ص تساوي لوغاريتم س زائد لوغاريتم ع. طلع الاتنين فوق فيبقى لوغاريتم ص تربيع بتساوي لوغاريتم، وهنا خد طالما هي جمع يبقى ضرب، اختصر اللوغاريتم مع اللوغاريتم، يبقى انت وصلت ان ص تربيع هتساوي س في ع. يبقى دي فكره حل المساله، حيث الس والص والع كميات متناسبه. يبقى انت اشتغلت بالقاعده بتاعت الوسط المتناسب. طالما ده وسط بين كميتين، وسط حسابي يعني بين اللوغاريتم س واللوغاريتم ع، هتلاقي دايما ان قيمته بتساوي اللي قبليه زائد اللي بعدها على 2. فهمتوا؟ طيب رقم 20، إذا كانت المتتابعة 12 وس ونقط وص وسالب 24 حسابية، وكان حدها الأخير، الحد الأخير خالص 3 أمثال حدها السادس، فوجد قيمة س وص. طيب المسألة دي يا أولاد رقم 20، تعالوا نشوف رقم 20 كده ونترجم الكلام ده. أنت عندك الحد الأخير اللي هو لام، الحد الأخير ده 3 أمثال الحد السادس، يعني 3 ح 6. طب ح 6 دي عبارة عن إيه يا أستاذ؟ 3 في ألف زائد 5 دال. طب الحد الأخير كان بكام؟ كان بسالب 24. 3 في الألف بين 12، والدال بكام؟ الدال ما تعرفهاش. طب الدال اللي هي ممكن نقول يعني س ناقص 12، فهمتوا؟ يعني ممكن نعوض عن الدال بإيه؟ يعني عدد من الناقص اللي قبليه، س ناقص 12 كده. طب إحنا ممكن يا أستاذ نطلع الدال أصلا من هنا، يعني إحنا لو اختصرنا هنطلع الدال، نقسم على 3 هنا وهنا عشان نتخلص من دي. سالب 8 بتساوي 12 زائد 5 دال، يعني 5 دال بتساوي سالب 8 ناقص 12، يعني خلي سالب 5 بتساوي 5 دال، يعني 5 دال بتساوي سالب 20، يعني الدال تبقى بإيه؟ بسالب 4. خلاص انت جبت الدال بسالب 4، تقدر بقى تجيب السين عادي خالص، ما هو المتتابعة كان اسمها 12، هو هيطرح 4، 12 ناقص 4 يبقى 8، وهيطرح 4،
وهكذا هتبقى 4 وهكذا وهكذا لحد ما يوصل للسالب 24. تيجي بقى بالعكس تقوم زود 4 هتبقى سالب 20. خلاص يبقى انت كده خلصت مسألتك، جبت الصاد بسالب 20 وجبت السين اللي عندك اللي هي بكام؟ ب8. يبقى السين ب8 والصاد بسالب 20. ثم موجب قيمة س م ص وعدد حدوده. طب عايزين نجيب عدد الحدود. عدد الحدود طالما لام موجودة نقدر نشتغل بقانون لام. لام بتساوي أ زائد ن ناقص 1 في إيه؟ في د. يعني سالب 24 بتساوي الحد الأولاني اللي هو 12 زائد ن ناقص 1 في الدال. الدال عندنا بكام يا ولاد؟ إحنا طلعناها بسالب 4، الدال طلعناها بسالب 4 تحتها شايفينها؟ يبقى هنا هنجيب لام بتساوي أ زائد ن ناقص 1 في د. اللام بسالب 24 بتساوي أ اللي هي 12 زائد ن ناقص 1 في د اللي هي بسالب 4. اقسم على سالب 4 يعني ودي ال 12 الأول بعكس الإشارة. يبقى سالب 24 ناقص 12 بتساوي ن ناقص 1 في سالب 4، يعني سالب 36 تساوي ن ناقص 1 في سالب 4. اقسم على سالب 4 فيبقى 9 بتساوي ن ناقص 1، يعني ن هتبقى بكام؟ ب10. يعني عدد الحلول هيساوي 10 حدود، عدد حدود المتتبع ب10. فهمتوا؟ السؤال اللي بعده رقم 21. رقم 21 بيقول لي إذا كان ح 3 ن ناقص 2 من المتتبعة 13 و14 وربع 15 ونص يساوي ح 2 ن زائد 1 من المتتبعة التانية، فما قيمة ن؟ طب دي تحل ازاي يا ولاد رقم 21؟ ركزوا كده فيها. انت عندك هنا المتتابعة كانت 13 و14 وربع و15 ونص. طب ما احنا نقدر نجيب نقدر نجيب القاعدة اللي عندنا اللي هي ح 3. ركز كده معايا، 3 ن ناقص 2. مش انت عارف ان ح ن بتساوي أ زائد ن ناقص 1 في د؟ مش انت عارف الكلام ده؟ خلاص شيل النون بقى وحطها مكانها دي، وطبق في القاعدة مكان الألف ب13. يعني قول له 13 كده زائد وافتح قوس كبير، شيل النون وحط مكانها 3 ن ناقص 2 ناقص 1 في الدال. الدال هتجيبها ازاي؟ تقول 13 ناقص 14 وربع اللي هي 1 وربع، يبقى الدال بتساوي اللي هو الحد التالي ناقص السابق. يعني 14 وربع ناقص 13 هيديك 1 وايه؟ 1 وربع. فاهمين كده؟ ادي الدال. يبقى هتعوض هنا تقول في 1 وربع اللي هي بتساوي، تعالى نختصر كده المسألة، 13 زائد 3 ن ناقص 3 في الواحد وربع اللي هو 5/4. يبقى 13 زائد، هضرب 3 ن في 5 على 4، يبقى 3 في 5 على 4 ن ناقص 3 في 5 على 4. يعني 13 ناقص العدد ده اللي هو 15 على 4 زائد 15 على 4 ن. 13 ناقص 15 على 4، 15 على 4 اللي هي 3 في 4 ب 12، يبقى كام؟ يبقى 3 زائد 15 على 4 ن. كملها للآخر كده، 13 ناقص 3 وربع. تعالى نطرحها ازاي؟ 13 ديت هتبقى 12 و 4 تربع. 12 ناقص 3 ب 9 و 4 تربع، 3 تربع ب 9 وربع زائد 15 على 4 ن. بيقول لي بقى ان ح 3 ن ناقص 2 اللي انت جبتها دي بتساوي ح 2 ن زائد 1 في المتتابعة التانية. طب ما تيجي نجيب دي ونساويهم ببعض، يبقى انت جبت دي معادلة أولى وهتساوي المعادلة التانية. تعالى نجيب بقى ح 2 ن زائد 1 في المتتابعة التانية، نفس الكلام هتقول له أ زائد ن ناقص 1 في إيه؟ في د. الأ اللي هي 19، الن هتعوض عنها دي. خلاص خليها مثلا أي رمز تاني، كاف مثلا ولا حاجة، ونحط ده مكان كاف يعني. فهمتوا؟ يعني ده يتعوض فين؟ في القاعدة اللي عندنا. فاحنا هنحط مكان الكاف دي متغير اللي هو المقدار ده يعني. فيبقى 2 ن زائد 1 ناقص 1 في د، سالب 1 تروح مع الواحد، يبقى 19 زائد 2 ن في ايه؟ في د. طب الدال هنا كانت بكام؟ 19 بقت 20 ونص، يعني بيزود 1 ونص، فالدال بتاني ب 1 ونص، يعني 19 زائد 2. خد بالك انت عوضت ب 2 ن زائد 1 فين؟ في المسألة، فبقت بسيطة يعني 2 ن في
الدال اللي انت ليها 1.5 يعني 3 على 2، 1.5 يعني 3 على 2، فدي تروح مع دي فيبقى 19 زائد 3 جنيه. العلاقة رقم 2، 1 و2 بيساوي بعض، هنا قال لك كده الناتج ده بيساوي ده، ان ح 3 ن ناقص 2 في المعادلة اللي فوق بتساوي ح 2 ن زائد 1 في المعادلة التانية، فتساوي ده بده، تطلع منها قيمة ن، يعني تقول لك 19 زائد 3 ن بتساوي 9 وربع زائد 15 على 4 ن. 9 وربع هتشيلها من 19، ركز كده، دي عبارة عن 15 على 4، تخلص من 4 مرة واحدة، اضرب كله في 4 عشان ميبقاش في عندك قصور ولا حاجة، تبقى المسألة صعبة، اضرب في 4 كله، فتبقى 19 في 4 زائد 3 في 4 ن تساوي 9، بس خد بالك دي 9 وربع، يعني 4 في 9 ب 36، 1 37، دي معناها 37 على 4 زائد 15 في ن، 4 في 9 ب 36، 6 ومعايا 3، 1 في 4 ب 4 و3 7، زائد 12 ن بتساوي 37 زائد 15 ن. ال 12 هتيجي هنا بعكس الإشارة، يبقى 3 ن، وال 76 ناقص 37 هنطرحهم، 16 ناقص 7 9، و 6 ناقص 3 3، 39 بتساوي 3 ن، نقسم على 3 يبقى 3 ن، يعني بتساوي 39 على 3 فيها 13، وبالتالي ال ن بتساوي كام؟ 13. دي فكرة حل المسألة يا ولاد، إن أنت بتجيب حاجة وحاجة وتساويهم ببعض، لأن أقول لك كده بيقول لك ح 3 ن ناقص 2 من متتابعة بتساوي ح 2 ن زائد 1 من متابعة أخرى، فأنت هتجيب المعادلتين وتساويهم ببعض. ده الحل الأول من الأول خالص، جبنا ده في العلاقة الأولى، شايفين؟ تبعت 1 وربع عوضنا، وبعدين جبنا بعد كده العلاقة التانية وسويناهم ببعض. لاحظ إن الكاف دي اللي هي المتغير ده ولا ده كله كاف، يعني حطينا ده في مكان ده، عوضنا هنا في العلاقة، لأن ح ن بتساوي أ زائد ن ناقص 1 في د، فالن اللي سميتها كاف مثلا وسميت دي كلها كاف، حطيت مكان كاف المقدار ده هنا، عوضت، لأن ده المتغير في المعادلة، فهمتوا؟ طلعت ال ن ب 13. طيب تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. اكتشف الخطأ، يعرف أساس المتتابعة الحسابية أنه الفرق بين كل حد والحد السابق له نشاطا، أي أن د بتساوي ح ن ناقص ح ن ناقص 1 لكل ن بتنتمي للسابق موجب. دي إجابة صحيحة يا ولاد، يعني د بتساوي أي حد ناقص الحد السابق له. طيب رقم 2، تعطى العلاقة بين ن وح ن في المتابعة الحسابية الآتية، ح ن بتساوي أ ن زائد ب، حيث الألف والباء ثابتان. غلط، يعني المفروض الألف يكون أساس للمتتابعة الحسابية وليس ب، الب مبقاش أساس، يعني ح ن بتساوي أ ن زائد ب حيث الألف والباء ثابتان. غلط، حيث ب هو الأساس المتتابع مش هتنفع، لأن أنت عارف إن الألف زائد ح ن بتساوي أ زائد ن ناقص 1 في د. فهتلاحظ هنا في المتتابعة اللي عندنا إن الألف هيكون هو أساس للمتابعة الحسابية وليس ب، لأن هي متبدلة. ركزوا كده في المسألة، بصوا كده، ورينا صورة ح ن بتساوي أ ن زائد ب، احنا مش متعودين على المنظر ده. طب لو قلبناها، يعني قلنا ح ن بتساوي ب زائد أ في ن، المفروض تقول يعني القاعدة عندك، القاعدة الأساسية اللي هي أ زائد ن ناقص 1 في د، فالنون دي مثلا لو كانت بنون ناقص 1 أو زائد 1 فيتعوض هنا، تبقى أ زائد نون في د، فاللي لازق في النون ده ده الدال ده الأساس، يبقى الأ هنا يبقى هو إيه؟ الأساس، وده مين؟ الحد الأول اللي عندنا، فهمتوا؟ يبقى الأ هيكون هو أساس المتتابعة وليس ب، يبقى الأساس للمتتابعة اللي هو بيكون مضروب في مين؟ مضروب في النون، أنا قارنت لكم ده بده، فهمتوا؟ يعني لو قلت مثلا نون دي كانت بنون زائد 1 فتبقى كده أ زائد نون في د، فالدال ده هو الثابت. طب مين الثابت هنا؟ مين اللي مضروب في النون؟ اللي هو الألف، فلازم الألف تكون هي الأساس مش ب، الب دي مش أساس، يبقى التصويب الصواب الخطأ، الصواب أقول إيه؟ أقول حس أ وباء ثابتان. غلط، أقول له مين الصح؟ أقول له أ هو أساس المتتابعة الحسابية وليس ب، يبقى الألف هو الأساس مش ب،
الاساس بيكون مضروب في نون يا اولاد، الاساس بيبقى في نون زي ما انت حافظ الف زائد نون اصبحت في دال، فده الاساس بيبقى مضروب في نون، لانك لو فكيتها برضو لو انت مش فاهم دي تقول الف زائد دال نون ناقص دال، يبقى الدال مضروبه في النون، اللي مضروب في النون هنا مين؟ الف، يبقى الالف هو الاساس بس، يبقى ده الخطا في المساله. هنكمل ان شاء الله مسائل على تعيين المتابعه الحسابيه المره الجايه باذن الله. تابعوني كده باستمرار يا ولاد، متنسوش من صالح بتاعكم باذن الله كده، ربنا يوفقنا جميعا للخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.